السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان، معكم أحمد. بهذا الفيديو إن شاء الله راح يكون تحليل سوق الإندكس والفوركس. تمام، راح نبلش فيه مع إن شاء الله من الناسداك. الناسداك بالنسبة لنا واضح إنه في عندي بولش، والسعر احتمال لسه نكمل للأعلى. تعالوا لو نشوف الشموع، وكان عندي بريك اواي هون بهي المنطقة، والسعر لسه مكمل بولش. لو ننزل على الساعة تتوضح المناطق عنا بشكل افضل يعني. تمام يا اخوان، هلا انا ارتداد بكرة ان شاء الله عفوا اتوقع الارتداد يصير من هاي المنطقة، من هاي المنطقة. ممكن اتوقع ارتداد من هاي المنطقة من هاي المنطقة، وعندي هاد الاوردر ريجكشن. يعني حاول انت ما تشتري لحتى ينزل لهي المنطقة يعني. تمام، هو في عنده فير فاليو جاب، ممكن تشده لهي المنطقة. من هاي المنطقة انت ممكن ترجع تشتري. اوكي، هاي بالنسبة للنازك. خلونا ننزل نشوف اليورو دولار كذلك الامر. تمام، اليورو دولار طبعا هلا فتح معنا السوق. شوف اليورو دولار كذلك الامر ميال للبولش. تمام، فان شاء الله كمان في اليورو دولار اذا اخذنا السي ار تي، شوف السعر متجه ليسحب هاي السيوله الموجوده على هاي المنطقه. لو ننزل على فريم الساعه اللي هو الفريم المفضل بالنسبه لي للدخول، ونشوف مناطق واضحه ممكن نشتري منها. يعني انا بشوف هاي المنطقه ممكن تكون منطقه شراء جيده يعني. تمام، طبعا هي المنطقة هاي بالنسبة لي كانت ممتازة، ولكن شوف السعر ارتد منها ارتداد قوي، فأرجح مثلا ممكن من هاي المنطقة وما أسفل نبحث على صفقات شراء إن شاء الله بالنسبة لليورو دولار. طيب خلونا نشوف الباوند دولار. تمام يا إخوان، بس خلوني زيل هاي الأمور هاي. تمام، وشوف كذلك الأمر الباوند دولار عم يعطيني بوليش بالنسبة للسي ار تي، وعم يتجه لسحب هاي السيولة. في شكل عام يعني السوق عم يعطيني بوليش وفي صعود ان شاء الله. تمام، فلو نشوف السعر، فالمناطق طبعا ما بعد اخذ سيولة اسيا لو كانت غير متداخلة عندي هاي المنطقة جيدة جدا للدخول كريجكشن بلوك. عندي هذا الاوردر من هاي المنطقة ابتداء الاوردر، كذلك الامر ممكن من هاي المناطق انا اشتري بالنسبة لفريم الساعة. تمام يا اخوان، الذهب اتوقع لساتنا احنا في الرينج تبع الذهب كذلك الامر. شوف الذهب مكمل بولش. طبعا فينا نستخدم عدة موديلات يعني، ما عندي مشكلة يعني. ممكن نستخدم موديل 12 في حال مثلا السعر ما اعطانا دخول واضح كجودة سوينج يعني. تمام، ولكن السعر واضح انه عندي بولش. تمام، السعر بولش بالنسبة للذهب، ومتوقعين نحن ان شاء الله الصعود لانه خرجنا خارج الرينج نحن. اوكي، فالمناطق المتوقع منها ارتداد ان شاء الله هي هاي المنطقة من هون. من هاي المنطقة انا اتوقع ارتداد. تمام، من هذا الاوردر بلوك معه هذا الريجكشن بلوك من هاي المنطقة ان شاء الله. كان معكم احمد من استثمر عقلك، والسلام عليكم ورحمة الله.